بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحب للولد والعطف للولد والحنان للولد، الجهد للولد والتعب للولد، والمال للولد، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. إنها المسؤولية. ذلك الرجل الذي أتى إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشكو إليه سوء معاملة ولده. سيدنا عمر استدعى الولد وبدأ ينصحه ويسأله: أما تعلم من حق الوالد على ولده كذا وكذا؟ أما تعلم من حق الأب على ابنه كذا وكذا؟ أما تعلم؟ أما تعلم؟ بدأ ذلك الشاب يبكي بكاء شديدا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد من حق على أبيه؟ قال: نعم. قال: ما هي الحقوق؟ قال: من أهمها أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. يعني هدول أقل 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 ما يمكن. قال: والله يا أمير المؤمنين، ما أحسن اختيار أمي، إنما هي أمة جارية أعجبته فاشتراها. ووالله يا أمير المؤمنين، ما أحسن اسمي، فسماني جعل، ذكر الوطواط. ووالله يا أمير المؤمنين، ما يتقن آية من كتاب الله، فما علمني القرآن. سيدنا عمر حزن حزنا شديدا والتفت إلى الأب فقال له: أنت عققته قبل أن يعقك. أما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في منزل زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أما جاء قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء المولى: قوا احموا أنفسكم وأهليكم نارا، في الدنيا نار الشهوات ونار الكفر ونار الضلالة ونار الأخلاق السيئة، وفي الآخرة نار جهنم والعياذ بالله عز وجل. أما قال لنا ربنا في موضعين اثنين: ولا تقتلوا أولادكم، مرة خشية إملاق ومرة من إملاق. قال المفسرون: وقتل الأولاد في مثل هذه الأيام إنما هو بإهمال تربيتهم. والآن ربما إذا سألنا كثيرين من الذين تزوجوا بالعشر سنوات الأخيرة، ولا بالعشرين سنة الأخيرة، ولا يمكن بالثلاثين سنة الأخيرة، كم كتابا في تربية الأولاد قد قرأت؟ بالإحصائية والورقة والألم ما بتجاوز 25% من 100 أسرة قرأ الأب كتاباً في تربية الأولاد، أو قرأت الأم كتاباً في تربية الأولاد، وهي موجودة والحمد لله عز وجل. أستاذنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور الداعية محمد خير فاطمة له كتب متعددة في هذا الجانب. أخونا فضيلة الأستاذ الشيخ الطبيب الداعية محمد خير شعال له كتب في هذا الجانب. أين أولئك الذين سألوا أنفسهم هذا السؤال: أنا مسؤول، والتربية مسؤولية وأمانة من المولى سبحانه وتعالى في أعناقنا. أما قال شوقي يوما: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أما قالوا في ميمات التربية الأربعة: ميم المنزل،
وميم المسجد وميم المدرسة وميم المجتمع، والأساس الأول فيها إنما هو ميم المنزل. المنزل هو الأساس، مهما رب المسجد الناس لن يتربوا على الحق إذا لم يكن لهم أصل ثابت في البيوت، ومهما ربت المدرسة الناس لن يتربوا على الحق إذا لم يكن لهم أصل ثابت في المنازل، ومهما حاول المجتمع أن يربي أبناءه لن يستطيع إذا لم يكن لهم في المنزل ذلك الأساس الثابت، لأن المنزل هو الأساس. ولذلك قالوا في قضية هذه التربية، قالوا: الأولاد أمانة وتربيتهم فريضة من المولى سبحانه وتعالى، والتربية علم وليست توارثا، والله شفنا أبونا وأمنا وجدنا وستنا هيك كانوا يساووا نحن عم نعامل أولادنا بهذا الشيء. والتربية نفس طويل، 25 مرة يمكن البعض بيعد لحاله روحه وجاي كل يوم قبل الفجر على غرفة أولاده لحتى يفيئهم لصلاة الفجر. مين بيناتكم 25 مرة راح وإجا بكل هدوء بكل نفس طويل بكل حسنة بكل كلمة طيبة: يلا يا بابا، يلا يا بابا، يلا يا بابا، يا حبيب قلبي، يلا يا بابا، الله يرضى عليكم، لحتى يفيقوا على صلاة الصبح. التربية نفس طويل، التربية تحتاج إلى تبرؤ للمولى سبحانه وتعالى من الحول والقوة. أنا بقدر ربي أولادي، أنا بساويهم مثل ما بدي، كذب الحكي. إذا لم يكن للفتى عون من الله فأول ما يقضي عليه اجتهاده. بدك تقوم بالليل تسجد وتقول له: يا رب، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه آيات قرآنية، هل قمت قبل الفجر وسجدت بها داعيا المولى سبحانه وتعالى؟ التربية أنت محورها، أنت محورها، ولا يظنن ظان بأن هذه الحقيقة غير واضحة في أذهاننا. إذا ما كنا نحن الأساس في هذه القضية، لأننا القدوة، الأم قدوة في بيتها، الأب قدوة في بيته، الأخ الكبير هو قدوة لأولاده، الأخت الكبرى هي قدوة لأولادها، العم هو قدوة لأبناء أخيه، العم قدوة، الخال قدوة، الخالة قدوة. والله تعالى قال لنا في هذا الجانب كثيرا 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 من الوضوح: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. 90% منا نحن الآباء بنحكي 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 بنحكي: يا ابني ساوي، يا بنتي ساوي، اعملوا اعملوا اعملوا. طيب أين أنت من هذا الفعل؟ أما قال ربنا: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سيدنا عبد الله بن عامر وكان طفلا صغيرا حفظ الدرس تماما، طبع في ذهنه، عمره لسه ما بتجاوز 4 سنوات، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في البيت، قال: فنبذت أمي، تركتها هيك وهربت منها، فمدت يدها إلى جيبها وقال: ها تعالى أعطك. مدت إيدها قالت له: تعا 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 أطعميك. فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عم يحكي مع زوجها مع العالم، انتبه لها الموقف التربوي، قال لها: ما أردت أن تعطيه، شو بدك تعطيه لابنك؟ فأخرجت من جيبها تمرا، قالت: أريد أن أعطيه تمرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطمأن، انبسط تمام، قال: أما والله إذا لو لم تعطه تمرا لكتبت عليك كذبة. قضية الحب، الحب هو انطباع، عبارة عن فوتوكوبي، تصوير كامل مطلق. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه. الحقيقة قدوة بتطلع فيك، اللي بتساويه هو بيساويه، اللي بتحكيه هو بيحكيه، اللي بتتركه هو بيتركه. لماذا؟ لأنه يتأثر بك حباً، لأنك تعطيه، وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. الطفل والطفلة في البيت أهم الناس بالوجود حولهم الأب والأم، لأنهن عم يعطون، طالما أنهم يعطون فالكلام الحق ما قاله الأب، والكلام الباطل ما سكت عنه الأب.
وكذلك الأم. هذه القدوة هي التي نحتاجها في قضية التربية. أما قال الدؤلي يوما: يا أيها الرجل، المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يأتينا الأب وتأتينا الأم وقد مضت سنوات التربية الأساسية: يا أستاذ إن شاء الله دبر لي ابني. شبه ابنك؟ والله ما عم يصلي. قد عمره؟ 15 سنة. هلا وعيت اليوم وعيت إنه ابنك 15 سنة لازم تربيه ويتعلم الصلاة؟ تجي الأم: مشان الله دبروني بنتي، مشان نبيكم جيبوها على الجامع. ليش بنتك شبه؟ والله ما عم ترضى تتحجب. قد عمرها بنتك؟ قال والله صارت صف تاسع وما عم ترضى تحط الحجاب. صف تاسع ولهلا ما تحجبت؟ أنتم السبب في بلاء أولادكم. أما قالوا قديما؟ قال: أتبكي على لبنى؟ أتبكي على أخلاق أولادك نراحت وأنت قتلتها؟ لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. يبست العضاضة، صعب تتزبط. رجع قال له: يا رب أعني. سأختم بقصة عن هذه القضايا. البعض الآن بزماننا شو عم بيقول؟ يا أستاذ والله التربية صعبة، ما عم نقدر على أولادنا، الأوضاع ما عم تساعدنا، الفيسبوك والرفقات والمدارس والدنيا والوضع الخاص والوضع العام. هي من المدينة المنورة من بني النجار، تزوجها رجل من مكة، الحارث ابن رفاعة، فذهبت معه، ولدت له 3 من الأولاد، فمات زوجها الأول، فتزوجها رجل ثاني، البكير ابن عبد ياليل. 6 سنين هو معاها، جابت منه 5 أولاد، حط رأسه ومات. قدر الله في الأشياء. كم ولد صار عنده؟ 8. 8 أيتام. فماذا صنعت هذه الأم؟ الولد الأول هو عوف ابن الحارث. 8 كليات هاجروا معها إلى المدينة المنورة مسلمين. 7 بنات شهدوا معركة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاتلين. الأول عوف مهاجر شهد بدرا واستشهد فيها، والثاني معاذ مهاجر شهد بدرا واستشهد فيها، والثالث معوذ شهد بدرا واستشهد فيها مهاجر، والرابع من ابن زوجة الثاني عاقل شهد بدرا وهو مهاجر واستشهد فيها، والخامس هو خالد الذي هاجر معها إلى المدينة المنورة، خرج مع أصحاب الرجيع فاستشهد في حادثة أهل الرجيع أصحاب الرجيع، والسادس هو عامر أطال الله في عمره إلى خلافة الصديق، مهاجر شهد بدرا وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل في اليمامة على يد مسيلمة الكذاب، والسابع أطال الله في عمره إلى خلافة الفاروق، مهاجر بدري شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مصر فاتحا واستشهد في مصر، وبقي لها أصغرهم وهو كليب ابن البكير ابن عبد ياليل. أم خلته يحفظ القرآن، فحفظ القرآن كاملا، فكان من جملة 12 واحد يوقفوا خلف سيدنا عمر الله يرضى عنه لما سيدنا عمر يصلي، وخاصة صلاة التراويح. فكان واحد من هذول لما طعن سيدنا عمر رضي الله عنه من تلك اليد اللئيمة الكافرة أبو لؤلؤ لعنة الله عليه، طعن معه كليب ابن البكير ابن عبد ياليل، واستشهد معه في اليوم الثاني. 8 قدمتهم لله تعالى، ربتهم أحلى ترباية، وبيجي واحد اللي بيقول والله ما عم بقدر على ابني. هذه البطلة في الإسلام هي عفراء بنت عبيد الله من بني النجار الأنصارية المهاجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.